الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لعام 2020-2021. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ولا بين على التفاصيل. الفريق أول: محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة، ذكور وإناث، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الأزهرية علمي، خريجي العام الدراسي 2018-2019 و2019-2020، وده بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي بالجلاء. وهيتم القبول وفقا للشروط الآتية: ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة علم علوم أو الأزهرية علمي عن نسبة نجاح 60%، ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%، ألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في 1/10/2020، أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون حسن السير والسلوك، ألا يكون قد سبق له الالتحاق بقوات مسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفض منها، أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول: طبية ونفسية ولغة إنجليزية ولياقة بدنية وكشف هيئة والتحليل الطبية. يشترط موافقة ولي أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة. يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية. لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض، أن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التربية والتعليم، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك. أماكن سحب وتقديم الملفات: وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمي، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج، وذلك اعتبارا من يوم 8/8/2020 ميلادي إلى 15/9/2020. ويتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبري القبة، والإناث بالمعهد الصحي للقوات المسلحة بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 17/9/2020. مع تمنياتي للجميع لنجاح والتوفيق المستمر.
وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.